الدبيبة مش حاضر هذا الاجتماع، ايه الاسباب؟ لان الدبيبة دخل في لعبة مع الاخوان. يعني حين تعود للوثائق البريطانية التي سجلت ما كان يحدث منذ عام 2011 ستجد ان مع احترامي طبعا لاسرة الدبيبة، لكن التقارير البريطانية ركزت على تحركات القيادات الكبيرة في هذه الاسرة منذ عام 2011. كان هناك اعتقاد بان هذه القيادات الدبيبية ان صح التعبير هي تابعة لجماعة الإخوان، ثم اكتشف البريطانيون أنهم ليسوا تابعين لجماعة الإخوان ولكن تابعون للأموال ولمن يحقق لهم المصلحة، ولهذا دائما ما يمتطون جماعة الإخوان. في حالة الانتخابات 24 ديسمبر وبعد أن تولى السيد دبيبة رئاسة الحكومة، وجد أن أسهل فصيل يمكن أن يمتطيه ويستخدمه هو فصيل جماعة الإخوان، ولهذا تماهى وتماشى ويعني غض البصر عن تصرفات القنوات الإعلامية المحرضة ضد الانتخابات، تغاضى عن الخطابات الرافضة للانتخابات، وتغاضى حتى عن الأوصاف التي كانت تتناول شخصيات كبيرة عسكرية وأمنية من الشرق ومن الغرب، وليس من الشرق فقط ومن الجنوب. كل هذا كانت وسائل الإعلام الإخوانية يعني تكيل المكاييل ضد كل القيادات، وكان هو يغض الطرف وكان يتماشى مع جماعة الإخوان. ولا لهذا السبب أعتقد أن القيادات التي تريد أن تجتذب الشعب الليبي مرة أخرى وتخرجه من نكسة عدم إجراء الانتخابات كلما ابتعدت عن الدبيبة كلما ابتعدت عن الإخوان، وبالتالي كسبت إلى حد ما رضا العامة في ليبيا. هل في انتخابات يوم جمعة ولا لا؟ طبعا لا، لأن ببساطة مفوضية الانتخابات مشت الموظفين اللي كانوا مفروض يقوموا على العملية الانتخابية بكاملها، يعني مشت الموظفين وقفلت اللجان وقالت لكل واحد متشكرين ويبدأ العمل يعود إليها بشكل معتاد كما لو كان لا توجد انتخابات بداية من أول يناير 2022. وبالتالي المفوضية يبدو أنها بشكل عملي خلاص ما لا يوجد انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية إلى حين تتشكل سلطة جديدة مؤقتة، وهذه السلطة بالتوافق مع مجلس النواب ومع الأطراف المختلفة تبحث عن مسار جديد لإجراء الانتخابات بشكل آمن ودون عراقيل. سلطة بديلة للسلطة الحالية المؤقتة؟ طبعا لا تنسى أن حكومة دبيبة ليست حكومة مؤقتة، هي حكومة تسيير أعمال فقط منذ 21 سبتمبر الماضي، وهناك قيادات ومعظمها من القيادات التي اجتمعت اليوم في بنغازي، يعني بالبلدي كده حلفت بالطلاق من بدري أن دبيبة مش هيستمر بعد يوم 24. وهذه القيادات لديها من القوة الضاربة ولديها من الأتباع ولديها من الأنصار من لا يمكن الاستهانة بهم، أكثر من جماعة الإخوان وأكثر من الجماعات الفوضوية والميليشيوية. يعني لديهم القوة التي يمكن أن ينفذوا بها التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في الشهور الماضية، وتحالفهم واجتماعاتهم اليوم في بنغازي أعتقد أنها تسير في نفس الطريق، وهو إيجاد سلطة بديلة لسلطة دبيبة بعد يوم 24 ديسمبر الجاري. طيب هل ده سيؤدي لصراعات جديدة في ليبيا مرة أخرى؟ أعتقد أن ما يجري يعني لا يجري هكذا وحده، يعني هناك تشاور مع أطراف. لا تنسى وجود السيدة ستيفاني ويليامز المبعوثة الشخصية أو مستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هناك السفير الأمريكي، هناك أطراف إقليمية، الكل يريد كما قلت الانتقال بالليبيين إلى بر الأمان بأقل الخسائر، ولهذا تحركات الميليشياوية أو التحركات المسلحة التي يمكن أن تقوم بها الجماعات الفوضوية وجماعات الموالية للإرهابيين وجماعات الموالية للدبيبة يمكن أن تظهر لها القوى الدولية العين الحمراء.